منحته روزا اليوسف للكابتن محمود الخطيب، كان هو الوصف واللقب الأعم والأشمل والمحبب إلى قلوب الكثيرين، وهو تعبير الحياة والانعكاس عن حقيقة أخلاق ومثل الرجل، وهو النبيل. الحقيقة أنه الأستاذ أحمد باشا لما كتب هذا المقال، أو لما قررت روزا اليوسف تمنح الكابتن محمود الخطاب محمود الخطيب هذا الوسام، كان الهدف منه هو تسليط الضوء على رموز وقوة مصر الناعمة اللي دايما بتتميز بالخلق الرفيع. وده الحقيقة اللي كابتن محمود الخطيب حريص عليه في مجلس إدارة النادي الأهلي منذ أول يوم، هو وأسرة وعائلة النادي الأهلي. لا يعني اشتباكات، لا حديث، لا خروج عن النص، نعمل فقط لخدمة مصر وخدمة النادي الأهلي، نقدم لأبنائنا سواء الناشئين أو في ربوع مصر على اختلاف الانتماءات القدوة الحسنة دائما. فاسمحوا لنا نسمع كلمة من النبيل محمود الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية بس اسمحوا لي ان انا معلش بتكلم وانا قاعد. يعني في النهاية، في البداية بالنسبة لي روزا اليوسف، هي ده بالنسبة لنا اسم تاريخي واسم ليه دلالة كبيرة جدا جدا في عالم الإعلام في مصر. وأنا يمكن بشكر جدا السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد رئيس التحرير وجميع السادة الحضور اللي حضرهم النادي الأهلي، وكان المفروض إن أنا أروح لهم، لكن هم طبعا تقديرا لي النهاردة عندي مجلس إدارة وبكرة أنا مسافر. فيعني أنا بشكرهم جدا، أنتوا اللي شرفتونا يعني، فأنا بشكركم جدا. وإن شاء الله لازم يكون برضو لقاء عندكم بإذن الله إن شاء الله. إذا كان الإنسان في حياته يعني بيحس بنوع من أنواع التكريم في أي مجال، أعتقد ده شيء بيسعد أي إنسان. هو يعني في حياته الناس بتكرمه، أو الناس شافت سيرة ذاتية كده، فمن خلالها بيبقى فيه نوع من أنواع التكريم يعني. عشان كده أنا بشكرهم جدا، وكلنا نتمنى أن أكون أستحق هذا الأمر يعني، أو هذا اللقب أو هذا التكريم. ده بيدينا نوع من أنواع المسؤولية أكبر أمام جماهيرنا وأعضائنا وشبابنا وكبرنا وكل الشعب بتاعنا، لأن إحنا بنبقى محصورين بقى. أنت راجل بتاخد تكريم معين، لازم تكون على قدر هذا التكريم، وكمان بتزيد مسؤولياتك تجاه كل المحبين يعني، أو كل شبابنا اللي إن شاء الله يكون ده بالنسبة لهم نوع من أنواع الحافز والدوافع أنه هو يكون بإذن الله موفق إن شاء الله في حياتهم شبابنا، لأن شبابنا فعلا شباب أعتقد أنه هو بيحب بلده جدا، وإن شاء الله يكون ليه دور كبير في المستقبل بإذن الله. بس بيحترني برضو يعني، يمكن في من الحاجات اللي كانت عجباني جدا، ومعلش بقى مناسبة كده بقى عايز أورطهم يعني فيها. أنا كان مرة طلع زي غلاف كده على الأستاذ جمال كامل، الحقيقة 78 صباح الخير 78. أنا الحقيقة بدور على الغلاف ده، أنا مش لاقي، أنا مجمعه. لا الصورة دي، الصورة دي معرفش إحساسي بيها إحساس مختلف خالص يعني، فمعلش بقى بزنوك على الهواء يعني. الفكرة جميلة، المؤسسة وقعدت مع الفنان جمال كامل. ده أنا سعيد، أنا شرفت بيه بصراحة يعني. كان دي بداية سلسلة الراحل محمد حمزة. بالظبط بالظبط بالظبط. فمعلش بقى أنا لا طبعا إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله لما ترجع حساباتك من السفر هتكون موجودة بإذن الله. تاني في ده ناديكم وده مكانكم، وتشرفونا في أي وقت. وإحنا فعلا يعني كل من هو محب للنادي الأهلي هو من ضمن عائلة النادي الأهلي يعني. بشكركم جدا جدا، وبشكركم لرسالتكم الواعية تجاه شعبنا يعني. شكرا جدا، شكرا جدا.